يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. اليوم إن شاء الله مراجعتنا، يعني ما بيقولوا نحن راجعنا أيام الترم وحلينا وتطرقنا لكل شيء موجود بالمنهج من أوله لآخره. ما خلينا شيء ما تطرقنا له إلا بعض الأشياء البسيطة اللي الدكتور نفسه أصلاً ما ركز عليها، ولكن هاي الأشياء اللي ما ركز عليها الدكتور صح ما وردت بالاختبار، ولكن لازم نكون نحن عارفينها. زي مثلا الانحراف تبع شو اسمه، زي الانحراف تبع الكمية وانحراف المعدل والكفاءة، زي مثلا نسبة اللي هي تبعية التعادل، اللي هي كان عندنا كمية تعادل، قيمة تعادل، ونسبة تعادل. نسبة التعادل الدكتور ما ذكر عليها أي أسئلة بالاختبارات، ولكن أنت لازم تكون عارفها. بالنسبة للنظري، أول درس تبع التكلفة، التكاليف تبع تبويب التكاليف، الدكتور يركز على 3 أنواع من التكاليف، على اللي هي حسب إمكانية التتبع وحسب حجم النشاط وشو كمان، بيركز على دول التنتين بس. نحن عندنا 11 تبويب، لازم أنت تكون عارف التبويبات ال11 كلها وتركز على الأشياء اللي تجي بالاختبارات. حسب الطبيعة، حسب الطبيعة اللي هي إمكانية التتبع مباشرة وغير مباشرة. إمكانية التتبع مباشرة وغير مباشرة حسب طبيعتها متغيرة، أي تكاليف متغيرة وتكاليف ثابتة ومختلطة. يلا يلا ما علينا، خلينا هلأ نبدأ بالأسئلة، نبدأ نحل. طبعا هذا السؤال، أول سؤال اللي هو اللي بيعطيك فيه بيانات بالجدول هيك، وبيطلب منك إنك تجيب كذا شيء، بس هون طالب تم الحصول على البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية من البيانات السابقة، فإن صافي تكلفة المواد الخام المشترى خلال الفترة تبلغ. طبعا أنا عندي قانون تبع صافي تكلفة أو تكلفة المواد المشترى، نغير بس اللون، حط يكون أحمر عشان يبان. تكلفة المواد المشترى تساوي المشتريات زائد أي مصاريف تدفع مقابل الحصول على المشتريات زائد مصاريف المشتريات، سواء نقل، سواء شحن، سواء خلافه، كل هاي تنضاف عليها، ناقص مردودات المشتريات. ونفس الشيء مردودات، خلينا نكتب مردودات ومسموحات المشتريات. تمام، اوكي، واضح. طيب تكلفة المواد المشترى، انت رأسها مباشرة ترجع على جدول المشتريات. المواد الخام كم تبلغ قيمتها؟ 10,000 زائد شو هي المصاريف المشتريات اللي دفعناها؟ نحن دفعنا مصاريف نقل مواد خام 700، ودفعنا رسوم جمركية 1000، ناقص شو هي المردود، كم تبلغ مردودات ومسموحات المشتريات؟ عندي 200 تساوي، يلا اجمع 10 بالآلة الحاسبة، اجمع 10,000 زائد 1700 بيطلع معك 11,700، ناقص 200 بيطلع معك الناتج 11,500 ريال. إذا الإجابة الصحيحة جيم. طيب عم بيقول لك بالرجوع إلى بيانات السؤال السابق، تبلغ تكلفة المواد الخام المستخدمة. طبعا تكلفة المواد الخام المستخدمة ممكن تجيبها أنت بطريقتين، إما أنه لو طلبه مباشر تجمع هدول كلياتهم، هاد ناقص هاد زائد هاد زائد هاد، مخزون أول المدة زائد هاد وناقص هاد، ممكن تستخدمها انت بهي الطريقه. لو انه لو ما طلب تكلفه المواد المشتريات، ممكن تطلع بهي الطريقه، ولكن هو هون طلب مباشره. عم بيقول لك برجوع للسؤال السابق، تبلغ تكلفه المواد الخام المستخدمه،
طبعا المواد الخام المستخدمة تساوي ممكن مباشرة أنت تطلع اللي هو تكلفة المواد المشترى خلال الفترة. الصوت، إيش في الصوت؟ الصوت زبطي يا أمل من عندك، علموه واكتبوه له، كيف حد يرسل له على الخاص كيف تفتح الصوت. تكلفة المواد الخام المستخدمة هو تكلفة، بيكون قانونه تكلفة المواد المشترى خلال الفترة زائد مخزون خام أول مدة ناقص مخزون خام آخر المدة. يلا تعال طبق. تكلفة المواد الخام المستخدمة تساوي، يلا مين بيطلع لي تكلفة الخامات المستخدمة كم؟ 11، عفوا، تكلفة الخامات المشترى 11500 زائد 4000 ناقص 3000 تساوي كم؟ تجمع أنت 11500 زائد 4000 بيطلع معك 15500 ناقص 3000 بيطلع معك 12500. الإجابة ألف. هاي الأشياء هاي كلها شرحناها خلال العام، ولكن هلا مثل ما بيقولوا هاي المراجعة النهائية، الواحد مشان يثبت، مشان إذا عنده سؤال عنده شيء يحسن يجيبه. طيب السؤال اللي بعده، بيقولك تم الحصول على البيانات المستخرجة من دفاتر إحدى الشركات الصناعية، حجم المبيعات الذي يحقق التعادل. طبعا حجم التعادل عندي قانون، أنا بيقولك حجم التعادل طالب حجمها، حجم التعادل، حجم التعادل يساوي، يلا، التكلفة المتغيرة أو التكاليف المتغيرة الإجمالية. لازم تنتبهوا، عفوا، التكاليف الثابتة الإجمالية، لأنه في بعض الأسئلة الدكتور بيحط لك تكاليف ثابتة إجمالية وتكاليف ثابتة للوحدة. انتبه، أنت لازم تستخدم التكاليف الثابتة الإجمالية، المبلغ الكبير مو المبلغ الصغير، اللي هو التكاليف الثابتة الإجمالية قسمة فائض المساهمة أو نسبة هامش المساهمة أو هامش عفوا فائض المساهمة أو هامش المساهمة. هلا هامش المساهمة. طبعا هامش المساهمة أنت لازم تكون عارفان إيش هو هامش المساهمة أو كم يبلغ هامش المساهمة. فهامش المساهمة هو يبلغ أو بتستخرجه من خلال اللي هو سعر البيع ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة. سعر بيع الوحدة، ركزوا، سعر بيع الوحدة ناقص التكلفة المتغيرة للوحدة، لأنه ممكن الدكتور يحط لك سعر البيع إجمالي، ممكن يحط لك تكلفة متغيرة إجمالية، لازم تنتبه. يلا تعالوا خلونا نطلع الناتج. التكلفة الثابتة الإجمالية كم؟ 60000 تقسيم 12 ناقص 8 يلا بالآلة الحاسبة بتطلع هو كم؟ 12 ناقص 8 4، 60000 على 4، 60 على 4 15، إذا الإجابة دال تساوي 15000. واضحة؟ واضحة؟ تمام. طيب السؤال اللي بعده عم بيقول لك حجم المبيعات التي تحقق ربح. تمام، لازم انت تميز بين حجم المبيعات او حجم التعادل العادي، ولازم تميز بين حجم التعادل الذي يحقق مبلغ ربح. ممكن على نفس هذا السؤال اللي معانا يقول لك ترغب بتحقيق ربح، ويحط لك هون ممكن 15000،
بس طالب حجم المبيعات الذي يحقق التعادل بس. إذا هذا المعطى الأخير ما له دخل، هذا المعطى الأخير ما له دخل، ما بتستخدمه. لازم تميز بين حجم التعادل أو كمية التعادل العادية وحجم التعادل أو كمية التعادل عند ربح معين. تمام؟ واضح؟ يلا خلينا نطبق. يلا أبين لك، حجم المبيعات التي تحقق ربح تساوي نفس هذا القانون، نفس قانون حجم التعادل بالضبط. اللهم بتضيف بالبسط، بتضيف بالبسط زائد الربح المستهدف. نفس القانون، اللهم بتضيف بالبسط فوق الربح المستهدف. تمام؟ فبصير عندك حجم المبيعات التي تحقق ربح، حجم المبيعات التي تحقق ربح كم؟ رأس مباشرة أن تجمع اللي هي التكاليف الثابتة اللي هي 40,000 زائد 10,000 اللي هو الربح المستهدف على السعر البيع 15 ناقص التكلفة المتغيرة 10. فبيطلع عندك الناتج إذا قلنا 40,000 50,000، 50,000 على 5 بيطلع 10,000 دال. واضح؟ يلا السؤال اللي بعده. عم بيقول لك يتم، هذا سؤال نظري، يتم تصنيف التكاليف وفقا لعلاقتها بوحدة التكلفة أو إمكانية تتبعها إلى، يلا ألف باء جيم دال. مين هذا؟ أيوة جيم تكلفة، أيوة جيم. تمام. ألف تكاليف إدارية وتكاليف تسويقية هي حسب الوظيفة، باء تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة وتكاليف مختلطة هي تبيت حجم النشاط، تكاليف غارقة وتكاليف الفرصة البديلة هي اللي شو هي كانت الفرصة البديلة والتفاضلية، التكلفة الغارقة لاتخاذ القرارات. إذا ما بي عندك إلا جيم هو الصحيح. نروح اللي بعده. عم بيقول لك تم الحصول على بيانات التكلفة المختلطة التالية من دفاتر إحدى الشركات الصناعية، وعطاك أعلى نشاط وأقل نشاط وأعلى تكلفة وأقل تكلفة، وطلب الجزء الثابت ألف. لما بيطلب منك الجزء الثابت ألف بيطلب إنك تسوي خطوطين، تجيب باء أول شيء بعدين تجيب ألف. طبعا قانون اللي هو قانون التكلفة المختلطة، قانون التكلفة المختلطة هو صاد تساوي ألف زائدا باء سين. تمام؟ أنا لا عندي ألف ولا عندي باء، إذا أول شيء بجيب باء. شو هو قانون باء؟ باء تساوي اللي هو شو قلنا فوق وشو قلنا تحت، شو قلنا فوق وشو قلنا تحت، اللي متذكر اللي كان معانا، اللي كان معانا أيام المراجعات لما قلت لكم بالحروف الأبجدية مين أول بالترتيب الحروف الأبجدي، التاء ولا النون؟ التاء أول، إذن إن هي التاء أول فوق، والنون يعني ترتيبه بعيد بالحروف الأبجدية، إذن هو بالأخير تحت. إذن بيكون عندك أعلى تكلفة ناقص أقل تكلفة على أعلى نشاط ناقص أقل نشاط. يلا ومنه باء تساوي أعلى تكلفة عندي كم؟ أعلى تكلفة عندي 35,000 ناقص أقل تكلفة كم؟ أعلى تكلفة وأقل تكلفة 15,000. سكر القوس. تقسيم أعلى نشاط كم؟ 8,000 ناقص أقل نشاط كم؟ 3,000
تساوي كم؟ ب تساوي 20,000 تقسيم 5، وتساوي 20 تقسيم 5 بتساوي 4,000، 4 تساوي 4. واضح؟ واضح؟ هي هيك لسه ما انتهى الحل. هلا جبنا باء، هلا بروح خلاص بعوض معادلة التكلفة المختلطة. معادلة التكلفة المختلطة خلاص، صاد عندي وسين عندي وطلعت باء، خلاص إذا مباشرة بروح بطبق. عفوا، صاد أعلى شو؟ صاد هي صاد تكلفة ولا نشاط؟ صاد لازم تكون أنت عرفان صاد إيش، تكلفة ولا نشاط. طبعا أنت بما أنه ما بتعرف صاد ولا سين شو هو، السين شو أختها؟ أخت السين إيش؟ شين. إذا السين هي النشاط والصاد هي التكلفة، تمام؟ إذا أعلى تكلفة عندي 35,000 تساوي ألف مجهول زائد باء طلعتها من السؤال أنا 4، سين قلنا شو؟ قلنا السين السين اللي هي النشاط، أعلى نشاط كم؟ 8,000. يلا وبتعوض، خمسة وثلاثين ألف تساوي ألف زائدا 32,000. طبعا أنت مشان 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 تريح حالك، مشان تضل ألف لحالة، لازم تودي وين بدي القلم، لازم تنقل هاي، تنقل هاي 32,000 توديها لجوه لهون بعد تغيير الإشارة، تمام؟ واضح؟ يعني بصير عندك 35,000 ناقص 32,000 تساوي ألف، إذن 3,000 تساوي ألف. واضح؟ إذن باء كم قيمتها؟ باء قيمتها 3,000. يلا السؤال اللي بعده. عم بيقول لك يمكن التعبير عن التكلفة المختلطة بالمعادلة التالية. هون يطالب عندك معادلة التكلفة المختلطة. طبعا معادلة التكلفة المختلطة اللي هي ص تساوي ألف زائدا باء في س. ممكن الدكتور يحط لك هون ضرب، يجوك جماعة هدول اللي بنخرشوا بيقول لك ما في ضرب وفي ضرب وما أدري شو. ممكن يحط لك أقواس يستهبل عليك يضيعك، ممكن يسوي لك حاجات زي هيك. فأنت لازم تكون عارفان إنه المعادلة تساوي ص تساوي ألف زائدا باء في س أو باء س. يلا السؤال اللي بعده. عم بيقول لك تتبع إحدى الشركات نظام الأوامر الإنتاجية وقد بلغت تكلفة المواد ما يلي، تمام؟ أعطاك مواد مباشرة وأجور مباشرة ومواد غير مباشرة وأجور غير مباشرة، بس عم بيقول لك من البيانات التالية فإن حساب مراقبة الأجور يجعل مدين. حساب مراقبة الأجور يجعل مدين. طبعا نحن لازم نعرف إنه بالجانب المدين لحساب مراقبة الأجور في ايش؟ في موجود في الاستقطاعات، وايش في تاني؟ ايش في تاني؟ الاستقطاعات، وايش في تاني؟ الاجور المباشره وغير المباشره. الاجور المباشره والاجور الغير مباشره اسمها اجور شو؟ او ممكن ما يكتب لك، ممكن يكتب لك الاستحقاقات زائد الاستقطاعات، تمام؟ اذا الجانب المدين بحساب مراقبه الاجور يحتوي على، بتقول لهم الجانب المدين، المدين في حساب مراقبة الأجور يساوي إيش؟ يساوي الاستحقاقات، استحقاقات زائد الاستقطاعات.
طبعا الاستحقاقات هي عبارة عن إيش؟ إلى اسم آخر اللي هي الأجور المباشرة والغير مباشرة، تمام؟ طيب أنا الجانب المدني في حساب مراقبة الأجور كم يساوي؟ الاستحقاقات اللي هي الأجور المباشرة وأجور غير مباشرة كم قيمتها؟ طبعا أنا عندي بالسؤال الأجور المباشرة 10,000 والأجور الغير مباشرة 5,000، تمام؟ زائد صفر استقطاعات، ما أعطاني استقطاعات، ولو أعطاني بالسؤال استقطاعات بكتب استقطاعات بحطها بجمع معهم، ولكن ما أعطاني استقطاعات، إذا بس بحسب الأجور المباشرة والأجور غير مباشرة. أوكي، فبيطلع الناتج 15,000. واضح؟ تمام. السؤال اللي بعده، طيب لو طلب، لو قال لك حساب مراقبة الأجور يجعل دائنا بكم؟ مين ممكن يجاوبني؟ طيب الجانب الدائن في حساب مراقبة الأجور فيه بس فقط الأجور المباشرة والأجور الغير مباشرة، ما في استقطاعات. أوكي، نفس الشيء، إيه نفس الشيء بناء على معطيات السؤال يعني، ولكن لو معطيات السؤال مختلفة ممكن في استقطاعات، بيطلع مختلف، ما بيطلع الناتج 15,000، ولكن لأنه الجانب المدين أو معطيات السؤال ما فيها استقطاعات فعشان كذا طلع نفسه. واضح؟ يلا اللي بعده، عم بيقول لك بلغ تكلفة أحد الأوامر الإنتاجية وعطاك، عم بيقول لك فإن حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل يجعل مدينا ب، طبعا حساب مراقبة الإنتاج تحت التشغيل يجعل مدينا بإيش يساوي؟ أول شيء رصيد أول المدة زائد إيش يعني هاد؟ زائد الأجور المباشرة، إيش تاني؟ ومواد مباشرة، المباشر زائد التكاليف الصناعية الغير مباشرة المقدرة أو المحملة. يعني إذا ما كتب لك بالسؤال مقدر أو محمل ما تحل، ما تأخذ الرقم. مثلا هون يعطاك مواد مباشرة وأجور مباشرة ومواد غير مباشرة وأجور غير مباشرة، المواد الغير مباشرة والأجور الغير مباشرة لا تستخدم. يعني رصيد أول المدة زائد مواد مباشرة زائد أجور مباشرة زائد تكاليف غير، خلينا نختصر، غير مباشرة محملة، تمام؟ يلا جمع رصيد أول مدة كم؟ ما عندي رصيد أول مدة، صفر. مواد مباشرة كم؟ 8,000. أجور مباشرة كم؟ 12,000. تكاليف غير صناعية، تكاليف صناعية غير محملة، تكاليف صناعية غير مباشرة غير محملة كم تساوي؟ زائد صفر، ما أعطاني إياها. كم يساوي الناتج؟ طبعا الناتج 20,000. يعني انت لازم، انت وياه لازم يكون، لازم تكون عارفانين الجانب المدين. ايه تجي، ستيفري، يا حرف ان، ايه ما مزبوط. وش معنى غير محملة؟ تجي مكتوبة غير كذا محملة، نعم بيكتب لك هوني مواد غير مباشرة
محملة أو أجور غير مباشرة مقدرة. هذيك الساعة بتستخدميها للمواد المباشرة والغير مباشرة المحملة أو المقدرة. بس بما أنه ما كتب محملة وما كتب مقدرة، إذا بتستخدم فقط المواد المباشرة، الأجور المباشرة، رصيد أول المدة وبس. تستخدم الموجود عندك في السؤال تستخدم، لا لا، تستخدمي فقط المواد المباشرة والأجور، وتستخدمي هذا القانون. إذا كان قصدك لو كان كاتب محملة هنا وكان كاتب هنا مقدرة، كلامك صحيح. ولكن إذا ما كان كاتب زي سؤالنا الأصلي، ما في محملة مقدرة، تستخدم فقط المباشر والغير مباشر بس. لو كتب محملة ومقدرة تستخدميهم. يلا راح السؤال اللي بعده لأنه بقيت من دقائق ونص. تتبع إحدى الشركات الصناعية نظام المراحل الإنتاجية، وقد بدأ الإنتاج على 7000 وحدة، تم منها 5000 وحدة، وما زال تحت التشغيل آخر الفترة 2000 وحدة بمستوى إتمام 8000 وحدة. طبعا أنا عندي الإنتاج المتجانس، قانونه إنتاج المتجانس. إنتاج المتجانس يساوي التام زائد الغير تام في مستوى تمامه. تمام، اثبت، واضح. انتاج المتجانس التام كم؟ التام كم؟ كم قيمة التام؟ طبعا عم بيقول لي التام 5000 وحدة زائد الغير تام بالآلة الحاسبة بتجيب 2000 في 80 في 80%. طبعا بيطلع الناتج مثل ما قلت نهاد 6600. نهاد انت كتبت 66000، اخصمي صفر. طيب واضح؟ اذا الاجابة دال. يلا السؤال اللي بعده، عم بيقول لك تفاضل. طبعا هذا السؤال سهل يعني. انت مباشرة اول ما بيعطيك تبقي بيطلب منك تكلفة الفرصة البديلة، بتروح بترتب البدائل. شوف هذا اعطاك يا جاهز، مباشرة انت بتروح على جنب، بتروح على جنب هون جنب السؤال وبتكتب 8000 80000. تروح هذا البديل اللي بعده بتشوفه جاهز ولا ما جاهز. جاهز، تروح لعنده بتكتب 50000. وبتروح البديل اللي بعده، البديل اللي بعده ما اعطاك اياه جاهز زي هدول السؤالين. انت مباشرة بتطرح الايراد من التكاليف 150 ناقص 90، بيطلع معك كم؟ بيطلع معك 60000. تمام. تكلفة الفرصة البديلة كم أنا عندي هون؟ بتروح بتشوف ترتيب الأرقام، مين أكبر رقم؟ 80000، هذا بتخليه. مين الرقم اللي بعده؟ مين تاني أكبر رقم؟ تاني أكبر رقم كم؟ طبعا تاني أكبر رقم 6000. إذا أنت ما كنت عارفان هاي الطريقة أو بتسبب لك قلق، روح بدل رتب البدائل مثل ما بيقولوا هيك، ترتيب بالأكبر، تنازليا من الأكبر. يلا وبتختار الأوسط. طبعا 60000 هو الأوسط أو هو الرقم ال شوفي تكلفة الفرصة البديلة جدا سهل، ممكن الدكتور يعطيك إياه أرقام جاهزة زي كده. شايفة هي 80000، أعطاك صافي الربح جاهز.
شوفي اعطاك صافي الربح جاهز، وشايفه البديل الثاني اعطاك صافي الربح جاهز، بينما الثالث لا اعطاك ايراد واعطاك تكاليف عشان تطلع صافي الربح. شوفي شو سويت انا، طرحت 150 الف طرحت منها 90 الف فطلع معي 60 الف، طبعا انا ماني كاتب اصفار هون لانه المحل ما بيساع، فطلع عندي 60 الف. رجعت ثاني مره انا وعدت ترتيب الارقام، طلع اكبر واحد كم 80 الف، الرقم اللي تحته الكبير كم 60 الف، الرقم اللي بعده كم 50 الف، وبتختار الرقم الاوسط. الرقم الاوسط بعد ما تعيدي ترتيب الارباح تبعت المشاريع، تمام؟ او الفرصه البديله بتجي بيها من التعريف هي اكبر عائد مضحى به نتيجه المفاضله بين المشاريع. انا اخترت 80 الف، تمام؟ انا اخترت 80 الف هذا المشروع اللي بدي اشتغل فيه، اكبر عائد كم 60 ولا 50؟ طبعا 60 الاكبر، اذا الاجابه الصحيحه 60 الف. واضح؟ باقي دقيقتين أنا أو 3 دقايق بمدينا نحل فيها سؤال ونطلع وندخل تاني مرة، أوكي؟ طيب عم بيقول لك من البيانات السابقة يبلغ هامش الأمان، هون دي اكتب لك بالأحمر، فرق بين هامش الأمان ونسبة هامش الأمان، أوكي؟ مزبوط يا ان، ايراد ناقص تكلفه متوقعه ونرتبها. هذا لو ما اعطاني، لو في زي هاي الحاله لو ما اعطاني اياه جاهز، لو ما اعطاني الربح جاهز، انا بجيب الايراد زي ما انت قلتي، مزبوط صح عليكي، بجيب ايراد ناقص تكاليف، وممكن يعطيني اياه جاهز اذا فقط بس برتب انا. واضح؟ فرق بين هامش الامان ونسبة هامش الأمان، لازم تفرق بين هامش الأمان ونسبة هامش الأمان. هامش الأمان قانونه شو هو؟ هامش الأمان يساوي المبيعات الفعلية أو المتوقعة والمقدرة ناقص المبيعات الفعلية أو المقدرة، أو المقدرة صح، ناقص المبيعات التعادل، مبيعات التعادل، أوكي؟ المبيعات الفعلية كم عندي في السؤال في المعطيات؟ كم المبيعات الفعلية؟ أعطاك مبيعات التعادل 50 ألف، حلو، المبيعات الفعلية أعطاك إياها 80 ألف، وأعطاك مبيعات العام الماضي. طبعا المبيعات العام الماضي هو هي ما له دخل، ما بتستخدمه، يعني مثل ما بيقولوا معطى للتمويه، بس انت بتستخدم بس المبيعات الفعلية اللي هي 80 ألف ناقص 50 ألف، اذا هامش الامان 30 ألف وحدة. واضح؟ ان شاء الله يا وفاء، ان شاء الله. للان واضح؟ لانه ترى باقي دقيقه لازم نطلع مشان نكفي باقي الاسئله. وقفنا عند سؤال 12، تمام؟ يلا اطلعوا وادخلوا تاني مره، اوكي؟ اطلعوا وادخلوا تاني مره.